لو الحكاية فيها إن فيتو بعد القرى طبعا بعد القرى زي نجع عايد نجع حمادي زي الترمسة أولاد عمر الجبيل دندرة الكوم الأحمر فرشود في قرية اللي هي الضمانة أنا لسه كنت حاولت أستفسر عن اسمها اللي هي بتاعت لا اللي هي فريال بتاعت فريال الضمانة فريال أيوة طلبت إقامة ندوة عندها في الانتخابات الرئاسية وذهبنا وعملنا صوان عندها وعملنا الندوة موسعة ورجل الدين ورجل القانون فإحنا ما بنبخلش على أي جمعية صفاء جمعية وكلمة طموح اللي هو عندك هدف فالهدف لازم يبقى واقعي وقابل للتحقق لازم لكن لازم تعمل له أدوات إخواننا الصحفيين أو الحج عنيات ما وصلتش بسهولة ولا وصلت عشوائي إنما وضعت هدف والهدف يبقى متدتها وما يبقاش كمان كلام نظري ولا يبقى كلام هلامي ولا يبقى بعيد عن الواقع يبقى مرتبط بالواقع وحسب إمكانياتي لو عايز تصنع من نفسك شيء فتستطيع أن تصنع بأقل إمكانيات فده مقياس حيقيس طموحك أو طموحك في العمل السياسي مطلوب في 5 دقائق العبارة اللي هي مثلا أؤمن بأن الفشل دافع للنجاح في العمل السياسي هل عندك لو فشلت مرة وهذه في مثال الحجة هنا لما قالت أنا بدأت بكذا ووصلت إلى أن رئيس الجمهورية وصلني إلى مرحلة كذا فهل أنت عندك قدر على أن تفشل مرة واثنين وثلاثة والفشل مش في أن تبقى مرشح